طبيعه جماهير غفيره بثمان الموسيقار الراحل المقيف ويدان الشعب السوداني عبد الكريم الكابلي بالخرطوم التي وصل اليها الجمعه بعد اكثر من 330 يوما من وفاته بالولايات المتحده في مطلع ديسمبر الماضي بعد رحله فنيه استمرت لاكثر من 60 عاما. كان إلى الكابلي عبد العزيز قد أبلغ وسائل إعلامية أن الموسيقار الخلوق عبد الكريم الكابلي قد أوصى بدفنه في السودان. إذا لمزيد من التفاصيل ينضم إلي الآن داخل استوديو صباح الشروق الأستاذ والصحفي محمد إبراهيم. أهلا مرحبا بك، صباح الخير. مشاهدي الشروق الأعزاء، بركة فينا وفيكم في وفاة الموسيقار، بركة في السودان، بركة في الفنون عامة برحيل الكبير جدا الكابلي. الله يكرمك استاذ محمد. الراحل المقيم هو كان سفير للفنان السوداني الشامل والمتكامل. قبل ما ندخل في سيرته ومسيرته، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي يعني في الايام السابقه دفن جثمان الراحل ونقله من الولايات المتحده للخرطوم، يعني بعد ان اوصى بدفنه هنا في السودان. برايك دلالات نقل جثمان الموسيقار الكابلي الى السودان كيف بتصيبها من زاويه؟ بدايه انه الراحل الكبير عبد الكريم الكابلي هو بنأشر في انه واحد من اهم المشاريع الغنائيه الفنيه خلال العقود السابقه، المدرسه الملتزمه، ملتزمه عاطفيا وملتزمه وطنيا وملتزمه وجدانيا، وهو قدر يضع البصمه بتاعته منذ ظهور الاول، يعني كان اول ظهور له اللي هو في انشوده اسيا وافريقيا امام الزعيم المصري جمال عبد الناصر، ويعني اشرط بداياته القويه في اغنيه او النشيد اسيا وافريقيا في انه البلاد موعوده بفنان مثقف ومختلف كليا عن ابناء جيله. يمكن يعد الكابلي يعني الكابلي يمكن الفنان الوحيد الذي طلب نقله من مروي الى الخرطوم، اللي هو كان موظف في القضائيه وطلب نقله بطلب من اتحاد الفنانين وقتها للمساهمه في تقديم يعني ما يفيد الساحه الفنيه في الوقت ذاك. دلالات نقل جثمان الكابلي من امريكا الى السودان هي بالضروره كانت وصيه من الكابلي ذاته، من الراحل ذاته لابنائه، وما كان متاح في الوقت ذاك نقله لحد ما جاءت الوقت المناسب الان انه ينقل. لكن ممكن يكون ثمه مشاهدات على الرحيل او على يعني ما صاحب تشييعه. فنان باقامه الكابلي وبمشروعه الغنائي وببصمته المختلفه والقويه في المشهد الغنائي السوداني، كان الامر يتطلب انه تكون في جنازه رسميه يتقدمها قاده الدوله. لكن يمكن للأسف كان في وزير واحد اللي هو وزير التربية والتعليم تقريبا، وحتى الشكل الجنازة هي ما كانت يعني شكل التشيع، يعني هو كان تشيع مفترض أن يكون يتم حمل الجثمان من بوابات المطار لحد شارع المطار، لكن تم إدخاله في سيارة إسعاف وترحيله مباشرة إلى المقابر. عموما هو الرحمة والمغفرة للراحل الكبير عبد الكريم الكابلي. لكن أنا داير أشير لجزئية مهمة جدا برضو، شأن الكابلي شأن آخرين عانوا كثير جدا في وطن هو بينظر للفنون كشكل من أشكال الترف أو النزق الاجتماعي. الفنون هي بمضمارة وبقوته وبتأثيره على مجمل الحياة السودانية يتطلب الأيقونات إنه يكونوا نماذج لعصور قادمة. فالحاجة دي ما بتتأتى إلا يكون في شكل من أشكال التوثيق الممنهج، التوثيق من الأجهزة الإعلامية أو من أجهزة الدولة أو من وزارات المعنية بهذا الشأن. هي كانت مفترض إنها
تبادر بعملية التوثيق للرموز الفنية والأدبية والغنائية والشعرية والروائية الكبيرة. أستاذ محمد إبراهيم، أنت ذكرت هو بمدى حبه للسودان اللي أوصى بدفنه بين أحبابه في أرضه وترابه، ذكرت ما وجد يعني إكرام من قبل جانب رسمي، لكن من أحبابه ومحبينه وجمهوره كانوا دائما يتمنوا له الرحمة والمغفرة لثراءه الكبير. في نقطة أنت ذكرتها مهمة لازم نقف عندها هسه، اللي هو المشروع الفني الغنائي. هو بدأ في عمر مبكر جدا، كان مؤمن تماما برسالته في جوانب مختلفة، غير أنه هو يكون باحث ولا في السلك القضائي ولا مهتم أيضا بالسودان والسودانيين. فأهمية أنه الفنان يكون عنده مشروع غنائي مبكر، وأهمية الكابلي في التوقيت ده أنه وضع أرضية ثابتة لكل الفنانين يعني عشان يمشوا في طريقه، لأنه هو مشروع كان مبكر. فالمشروع الغنائي قدر كيف هو مهم ببداية دخول الفنان تفكيره في الساحة الفنية؟ يعني شوف، إحنا الكابلي لما نقول المشروع الغنائي المتكامل بالضرورة هو بنشير للراحل الكبير عبد الكريم الكابلي. يعني الكابلي ممكن يكون بدأ هنا عمره 18 سنة تقريبا، لكن هو بدأ يغني في مناطق ضيقة، لكن ما غنى بشكل رسمي إلا بعد 10 سنوات. طيب، أي فنان هو بمثابة طليعي للمجتمع بتاعه. الطليعية دي بتتطلب أنه يكون هو عنده قدرة وعنده إدراك لماهية وظيفته المهنية أو وظيفته الإبداعية اللي قاعد يقدمها. الكابلي منذ وقت باكر أدرك بثقافته، بحسه، يعني برؤيته الكبيرة ورؤيته الإبداعية الكبيرة، إنه الفنان هو طليعي. يعني الفنان ده ما هو ناقل للقيم، كويس، بيستخدم أدواته الجمالية والإبداعية عشان يقوم يقدمها للمجتمع بتاعه. إذا كان الفنان عنده قدرة وعنده إمكانية إنه يوصل المضامين الاجتماعية أو المضامين الوطنية بأدواته الإبداعية، هنا بيكون حقق رسالته الفنيه. صحيح، كويس. منذ نشاته او منذ قدومه ما قدم شكل هايف من الغنى، ولا هو حاول انه يستسهل اي شكل من اشكال الالحان او الكلمات او غيره، وانما هو كان قياسي للغايه في انه يقدم المنتج الابداعي بتاعه بدون اي تنازلات. الكابلي هو شاعر ومغني وملحن ومتحدث جيد ومحاضر وباحث في التراث الإنساني والسوداني، فهو كل الأدوات، كل المواهب التتليه دي هو استخدمها في أنه ينمي أو يغذي مشروعه الفني عشان يكون هو إسهام كبير جدا في المشهد الغنائي السوداني. وهو بالضرورة قدر أنه يوصل كل المضامين. يعني شوف الكابلي لما يغني للتراث، اسلم لي خال فاطمة وغيره، ما دايرالك الميت امرماد انتح، دايراك يوم لقى بدنيك تتوشح، الميت مسؤولك والعجاج يكتح، كويس. لما ممكن ما تقول انه هو ذات الكابل الذي يغني شذا زهر ولا زهر فأين الظل والنهر للعقاد، هو ذاته الكابلي الممكن يقوم يغني هبة الخرطوم في جنح الدجا، كويس، إذا غنى للثورية أو للوطنية، فكله يعني كل حاجة بيديها مستحقها تماما، لا يجاريه فيها أحد. أستاذ إبراهيم، محمد إبراهيم، يعني ده نقطة مهمة ولازم نقف عندها. في الوقت اللي بنشوف هسه في الفترة الأخيرة طبعا كان في فتح استخدام الميديا يعني أو الإعلام الجديد نشر الأغنية السودانية ومضمون الهوية السودانية الثقافية. فالكابلي على حسب مشروعه الثقافي من بدري هو أصل وأجاد وقدم الأغنية السودانية من طبق من ذهب يعني للعالم الخارجي. فقدر كيف تنقل الكابل ومشاهداته خلاه انه يقدم الاغنيه السودانيه للعالم الخارجي بدون حواجز انه والله ما مفهومه بالنسبه للطرف الثاني؟ اي هو ما هي الفنون دي ما بتحتاج لترجمان، او هي ما بتحتاج قاموس لشرحها. يعني الكابل بثقافته وبادراكه الكبير هو عارف انه وصولنا للعالمية هو لا يأتي إلا عن طريق المحلية، اللي هو بتقديم النماذج المحلية ذاته وبأنه يشرحها في شكل بتاع محاضرات. يعني
من المستمع لمحاضراته في أمريكا وفي بريطانيا وفي دول عربية أخرى، هو بيتحدث عن شكل التراث الغنائي السوداني وعن الأغنية السودانية وكيفية انتشارها، عن شكل بتاع تلاقح الأجيال ذاته في الأغنية الممتدة، رغم سطوة وعظمة وهيبة المشروع الغنائي للكابلي، لكنه هو ما كان بيستنكف، إذا انصحت الكلمة، يعني في إنه يردد أغنيات آخرين. هو بيرى إنه هم قدموا يعني بشكل غنائي مختلف. يعني الكابلي غنى للراحل حسن عطية، وهو غنى ممكن ألبوم كامل لعثمان الشفيع، هو غنى لأحمد المصطفى، وهو لحن للكابلي، لحن لأبو عرك البخيت، وهو يعني نحن ذاته بنشوف إنه السماحة والسهل في شكل التعامل ذاته مع الوسط الغنائي، إنه هو ما كان الكابلي بسطوته الذهنية الكبيرة ديك، هو كان خاتي نفسي في برج عاجي، وإنما هو كان متاح لكل الناس الموجودين في الوسط الفني في إنهم ينهلوا من معينه ومن قدراته الإبداعية الكبيرة جدا بدون ما يكون هو يعني منعزل ذاته عن محيطه الفني. والمحبة والقرب ده ما خلاه فقط هو فنان لجيل معين، يعني هو فنان لكل الأجيال، بكته كل البيوتات السودانية كبارا وصغارا وشيابا كمان. فقدر كيف مهم برضو مسيرة الكابلي ما احتفت فقط بجزئية معينة أو جيل معين، فأصبح فنان للجميع. أصبح فنان للجميع، لكن أنا دار أرجع للنقطة الثانية يا حمزة بتاعت التوثيق للرموز الإبداعية اللي بترحل عندنا. يعني أنا يعني أي لقاء أو أي كلام أي بكتبه، يا جماعة يا أخي نحن عندنا مشاريع غنائية، مشاريع أدبية، مشاريع فنية كبيرة جدا، يعني بتندثر لأن المؤسسات المعنية هي بتنظر لشكل الفنون والإبداع وغيره، هي كشكل زي ما قلت لك قبل، هي نوع من الترف ما بالضرورة إنه الناس توثق ليه كويس. يعني الآن بحمد الله نحن عندنا يعني بقعد عندنا قدرات إنتاجية وقدرات توثيقية عالية جدا كويس. ليه ما يتم التوثيق للمبدعين ديل بالشكل الرسمي وبالشكل حتى إذا كانت مبادرات من قبل الدولة؟ تقصد من قبل الدولة الدعمين. الدولة دي خليها ولا الدعمين. يعني الآن أفتكر إنه الدولة هي ذاتها ما عندها النظرة الفاحصة لشكل الفنون وتأثيره في المجتمع كويس، لأنه لما نحن نتكلم عن وزارة الثقافة، نتكلم عن وزارة غيره، أنت بتتكلم ليه عن موظفين ما عندهم علاقة بال بخل. يعني احنا نتكلم عن انه مره يعني ام كلثوم، نتكلم عن 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 قامات فيروز، عن غيره في بلدانهم، هم بمثابه ايقونات سفراء كبيره للغايه كويس. يعني عندهم قدره على انهم يؤثروا في مجمل الحياه. احنا عندنا مبدعين لا يقلون عنهم، يعني احنا بنتكلم عن وردي امبراطور الغناء الكبير، امبراطور افريقيا في الغناء، عن مسيره ممتده لعقود طويله للغايه. وين التوثيق بتاع وردي؟ اذا ما كان وثقت له قناه الشروق ذاتها قبل كم سنه مع سلمى سيد في حلقات، انا افتكر انها هي جهدي خاص وما جهدي بتاع رسمي. وين التوثيق لشاعر الشعب محجوب شريف
وين التوثيق لمحمد وغير الحسن وغيره مطايم تطول وغيرهم وغيرهم هاي يلا نحن سوى يعني بتظل مناسبات حتى الان احكام نحن نتكلم عنه بشكل بتاع مناسبات وينتهي الزمن صح وبعد ذلك بيبقى شنو الناس ترجع للفيديوهات القديمه يعني حاجات كده ما هي عندها القدره في انها تقدم المشروع الغنائي ده للاجيال الجايه بشكله الكامل. والله في نقطة مهمة جدا أستاذ محمد إبراهيم، يعني قبل ما نجي إنه الكابلي عليه رحمة الله كان هو فنان للجميع بلا استثناء، يعني تذكرت نقطة يونين جيف عندها شوية في العالم الخارجي كل الفنانين أو الجهات أو رموز المجتمع من الناحية الفنية هم يعتبروا سفراء حقيقيين، يعني إذا كانت الفنون تعمل أكثر ما تفعله السياسة يعني هي دائما تقرب ولا تفرق يعني. فقدر كيف مهم برضو نكرم مبدعينا وهم أحياء بيننا قبل ما يرحلوا بعد ذاك نجي نكتب في ذكرياتهم في مسيرتهم. أيوة هي إشارة مهمة للغاية العملية بتاعت إنه المبدعين بتاعنا ديل هم في حياتهم مفترض إنهم يجدوا التقدير الكافي يجدوا الحياة توفر لهم الحياة الكريمة لأنهم هم زي ما قلت لك قبل هم طليعيين هم طلائع اجتماعية وفنية الطلائع دائما هم بيقودوا الشعوب يعني يقودوهم لعملية بتاعت حق أو لعملية بتاعت يعني غير حق أو يعني ما يكون عندهم الإمكانية إنهم يقدموا لي منتج جمالي يأثر بشكل كبير جدا في المجتمع فبالضرورة الفنانين في الحالة دي ما حيقدروا يقدموا دورهم المطلوب ليه بانه العطاء يعني يكون كبير. في ماده معده من الكنترول حنتابعها ونجي نتواصل ثاني مع استاذ محمد ابراهيم في سيره ومسيره الموسيقار الراحل الخلوق عبد الكريم الكامل. الأستاذ الكبير عبد الكريم الكابلي يستحق أكثر من هذا بكثير ويستحق تشييع جنازة رسمية للدولة فهو قمة من قمم هذا البلد واحد رموزه الكبار ومجيء رفاته بين أهله ومحبيه هذا عمل مهم في رمال سهران رجاك تسيل دموع الساقية يرنو لها نخيل في قلوب فرحانة عمر بالتهليل عيون عسانة غارقة في وكل ديل في وطني أحبك يا وطني بعزك يا وطني أحبك يا وطني بعزك يا وطني أحبك يا وطني يا وطني
هذه الظهيرة واحد من رموز الفن والفكر والأدب السوداني والعلوم، الراحل المغفور له بإذن الله تعالى عبد الكريم الكابلي، وقد عرفته لسنوات هنا في الوطن في مناحيه المختلفة وفي أنحاء العالم، لم يترك فن موسيقي وغنائي والشعر فحسب، إنما ترك نموذج للشخصية السودانية التي استطاعت أن تعبر بما فن بما فيها من فكر إلى مناحي العالم. أعتقد أن اللحظات بتختلط فيها الحزن بالسعادة، وليس هذا غريبا يعني. نحن كلنا حزننا لفقدنا أستاذنا الكبير عبد الكريم الكابلي. عبد الكريم الكابلي مدرسة فنية متميزة، نموذج للفنان الشامل، الشاعر، الملحن، المغني، المثقف، الواعي، الملم بالتراث الشعبي وغيره، وهو حقيقة نموذج للفنان الشامل. حزننا كان كبيرا على فقده ورحيله. تقبل الله فقيد الوطن الأستاذ الكبير الموسيقار عبد الكريم الكابلي، له الرحمة والمغفرة. هو فقد عظيم، لكن عزانا أن نقول هو باق فينا بما خلده لنا من فن عتيق ومن ذكرى طيبة. تقبل الله الفقيد وألهم آله الصبر والسلوان. قار عبد الكريم الكابلي، سيرة ممتدة ومسيرة حافلة بالإنجازات. رحب بكم جددا في خواتيم لقاءنا أستاذ محمد إبراهيم. وكان عندنا سؤال كذا عايم بخصوص إنه اللي شيعوا جثمان الراحل في السودان أطياف مختلفة يعني، فذكرنا قبل إنه هو ما كان فنان فقط لجيل معين، بل هو كان فنان لجميع بلا استثناء. فدي ميزة كبيرة ما بنشوفها دائما في فنانين هم قدموا وأمتعوا يعني، حصلت مسيرتهم في جانب معين. هو بالضرورة نحن مثل ما انتقدنا قلة الوجود الرسمي، يجب الإشارة لأنه في عدد كبير جدا من أصدقاء الراحل هم المبدعين من اتحاد الفنانين ومن الفنانين الشباب، نصطاح سليمان، هم كانوا حضور في أرض المطار. ويعني لازم نشير لأنه يا أخي بنفس القدر اللي انت ممكن تنتقد فيه قلة الوجود النازل، بترسل إشارة تقدير لعدد كبير جدا من الناس هم يعني قدروا يعني عندهم معرفة بالأثر الكبير أو بالمشروع الكبير جدا للكابلي وتأثيره وقدرته في انه يؤثر في الأجيال الجاية. يعني رحم الله الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي بقدر عطائه وقدرته على انه يقدم طوال 60 عام، قدم فن او مشروع غنائي كبير ومتكامل لا ينقص منه شيئا. لو كان الكمال لله وحده لقلنا انه يعني قدم مشروع اقرب للكمال الراحل الكبير جدا عبد الكريم الكابلي. طيب استاذ محمد ابراهيم، قبل ما اختم معك بس في جزئيه صغيره، يعني بعد رحيل الكابلي في موروث كبير ذكرته وكان ما في توثيق من قبل يعني كل المسيره الحافله دي، قدر كيف مهم لكل المهتمين يعني يعيدوا انتاج كثير جدا من اغنياته الخالده، اذا كان بصوته نفسه لكن يتم ارشفته بصوره طيبه يعني. والله يعني ما هم للاسف يعني نحن هسي من داعمين او أيوة مهتمين يعني للاسف نحن هسي حتى المبدعين الكبار اللي سبقوا الكابلي، احمد المصطفى وابراهيم عواد وعثمان حسين وغيره، فقط ما يصلنا منهم هم تداول بعض الفنانين الشباب لاغنياتهم، وهو ده بالضروره ممكن الحاجات الإرث الغنائي الكبير ده هو يضيع يعني يعني يتنقل من حتة لحتة، تضيع ملامح الخطوط الأساسية اللحنية، ممكن تضيع الكلمات، ممكن غيره، ممكن هو ذاته ما يقدم لك الفن ده بنفس اللي قدمه المبدع الكبير. عشان كده نحن يعني أنا دائما بصير دي المرة الثالثة على ضرورة التوثيق المهم ذاته لشكل ميلاد الأغنيات، للأغنية الأساسية بتاعت يعني شوف
الغنية بتاعت سعاد للراحل الكبير جدا عمر الطيب الدوش. يعني الغنية دي هي كان يعني ممكن تتعامل في شكل بتاع فيديو كليب، ممكن تتعامل في شكل سينمائي، ممكن تتعامل في شكل مسرحي، تصلح لكل زمان. يعني الكابلي ده لما غنى راك عصي ودمعي في متك الصبر لأبي فراس الحمداني، أم كلثوم هي قالت إنه يا أخي الكابلي رددها أفضل مني، ده احتراف صريح يعني. أيوة يعني ده يعني دي يعني كان ده عنده تشعب إبداعي غير محدود، وعنده قدرة عالية جدا على إنه يلون في منتجه الغنائي كل مرة، وعنده إمكانية الوصول لأكبر قدر من الناس خلال وقت بسيط. صحيح، أنا أقدر جدا أستاذ محمد إبراهيم الصحفي على كل السير والمسيرة اللي تطرقنا لها، ده قليل من كثير من سيرته يعني. إن شاء الله بإذن الله نلتقي في مساحات أرحب، رحمة ومغفرة للعظيم الخلوق الموسيقار عبد الكريم الكابلي، وننعي كل محبي شاشة الشروق. تخير الله يعافيك يا أخي، تسلم. واصل مشاهدينا في برمجة قناة الشروق، ولكن انتهى الصباح على أمل نلتقيكم في مساحات نادية أخرى. خالص تحياتي وفريق العمل الذي سعيد جدا وأنا أقول جهدهم على الهواء مباشرة، كما أكد أيضا الشكر والتقدير لنادي النيل العالم على هذه الإطلالة الفريدة. حتى الملتقى بكم لا ينفع هذا الرحيم، مع السلامة. وهنا حلقة شيخ يرجح إنه يضرب النوبة ضربا فترن وترن ثم ترفض هديرا أو حواليها فضول طارئات في الغبار، حولها الحلقة ماجت في مداري، نقزت ملء الليالي تحت رايات طوالي، كسفين ذي سواري كسفين ذي سواري في عباب كالجبال. في حلقة الذكر.
صلاة صلاة يا ربي صلاة صلاة على النبي 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 والمقدم قد تقدم يرفع الصوت عليا صلاة صلاة يا ربي صلاة صلاة على النبي والمقدم قد تقدم يقرع الطبل حمية صلاة صلاة